حياكم الله طلابنا الاعزاء، طلاب الصف الثاني ثانوي الدارسين لمقرر حي 217. خلصنا معاكم جزئيه النباتات اللاوعائيه، وندخل باذن الله تعالى اليوم في جزئيه النباتات الوعائيه. اهدافنا لدرس اليوم لخصها فيما يلي: راح نقارن ما بين خصائص النباتات الوعائيه البذريه، وراح نلخص أقسام النباتات المعرات البذور، وأيضا راح نأخذ وصفة لفترة حياة النباتات الزهرية، وهي النباتات القادرة على إنتاج الأزهر. نتذكر مع بعض تقسيم المملكة النباتية اللي خدناه في الدرس السابق. قلنا عادة المملكة النباتية تقسم إلى صنفين. الصنف الأول تكون نباتات تفتقد لوجود الأوعية، ونسميها نباتات عديمة الأوعية أو اللاوعائية. لما تكون عندنا نباتات تمتلك أوعية خاصة لعمليات النقل فنسميها نباتات وعائية. نباتات نركز اليوم على النبات الوعائي. الوعائي ينقسم أيضا إلى قسمين: قد تنتج بذور نسميها نباتات بذرية، وقد لا تنتج بذور نسميها عديمة البذور. نباتات وعائية لا تنتج بذور اللي هي مثال عن عندنا السراخس. نباتات وعائية تنتج بذور، الحين هني بتصير نقطة، إذا كانت البذور جزء من الثمرة فتنسميها كاسيات البذور، وإذا لم تكن فهي من ضمن عاريات أو غير مغطات البذور. الملخص العام: نباتات وعائية، في نشوف نباتات وعائية هي نوع من أنواع النباتات إن هي تمتلك أنسجة وعائية. هذا النسيج الوعائي يكيفها إنها تعيش في البيئات الجافة. إحنا قلنا وعائي معناته نقل، أكيد هي تعيش في بيئات شوية فيها نوع من أنواع التحدي. لو صنفناها مثل ما قلنا نباتات وعائية لا بذرية، وعائية بذرية. نباتات لا بذرية عندنا الصولجانيات، السرخسيات، والنباتات المجنحة. هذه كلها فكرة عامة عن النباتات الوعائية. نلاحظ أيضا في عندنا مصطلحات مهمة لازم نطلع عليها. عندنا كلمة بوق وعندنا فلقة. نركز على البوق. ما هو البوق؟ البوق بحد ذاته خلية تكاثرية أحادية المجموعة الكروموسومية، يعني 1N، تحتوي على نصف الكروموسومات. هذا البوق محاط بغلاف صلب، هذا الغلاف الصلب يعطيها الحماية. البوق هذه يقدر ينتج مخلوق حي جديد دون أن تتحد بالأمشاج، يعني البوق بحد ذاته يقدر يتكاثر من غير ما يحتاج إلى أمشاج اللي هي مثلا حبوب اللقاح وغيره. لما نقول فلقة، احنا كلنا في المراحل السابقة خاصة في المرحلة الابتدائية عرفنا أن في نباتات ذات فلقة والفلقتين. زين، الفلقة هي تركيب موجود في البذرة وظيفته تخزين الغذاء، ويساعد النبات البوقي الصغير على امتصاص الغذاء. طيب شنو يعني نبات بوقي؟ نبات البوقي هو نفسه الجنين المحاط بالفلقة. طبعا لازم نعرف ان عندنا احتياط غذائي، مخزون غذائي علشان يهيئ لنمو الجنين، وبعدها من هذه البذرة او هذه الفلقة يظهر عندنا النباتات. نرجع شوي حق المخطط. الحين احنا غطينا النباتات، عرفنا ان عندنا بذور فنسميه نباتات بذرية. نشوف الجزئية الثانية، نباتات المغطات البذور، كاسيات البذور. نشوف عندنا هذه الجزئية، نباتات وعائية بذرية، نباتات مغطات البذور. يعني تشكل البذور مثل ما قلت في البداية جزءا من الثمرة، وعادة هذا ما نشوفه في ثمار الفواكه عندما تكون البذور جزء من الثمرة. معرات البذور لا تشكل بذورها جزء من الثمرة، وهذه الصورة مثال على الصنوبر. الحين احنا شفنا ان عندنا بذور سواء معراء او مغطى. هذه البذور سبحان الله عندها آلية للبقاء، يعني علشان تعيش أكيد بينهم تنافس، لكن هذه البذور
تحب او تفضل انها هي تبتعد عن التنافس. تتنافس على شنو بالضبط؟ تتنافس على مصادر الحياة، يعني الغذاء، التربة الخصبة، مصادر المياه. هذه البذور دائما تنتشر على سطح الأرض لمنع حدوث التنافس. إذا انتشرت معناتها تقدر تكون نباتات جديدة وتمنع تنافسها ما بين أبائها وما بين أبنائها نفسهم. مثال كما هو ذكر في كتابنا أن عندنا ثمرة جوز الهند هي تنتشر على سطح الأرض وتستعين بالتيارات المائية. فكما ذكر في الكتاب أن هي بذور جوز الهند تطفو لمسافات كبيرة مع تيارات المحيط حتى تصل إلى بيئة مناسبة للنمو. نشوف الصنوبر، الصنوبر البذور ماله تركيب مثل الأجنحة، فيقول هي عندها بذور مجنحة تساعدها أن هي تنتقل مع تيارات الهواء حتى تصل إلى مكان مناسب للنمو. نركز أيضا على مصطلح مهم جدا وهو الطور البوقي والطور المشيجي، ترى في علاقة ما بين الاثنين. بشرط احنا لازم نعرف ان الطور البوقي هو الطور السائد. الطور البوقي اسمه بوق، معناته قادر على انتاج الابواق، والبوق ايضا قادر انه ينقسم انقسام منصف عشان يكون لنا مشيج، وهالمشيج في امشاج مذكرة وامشاج مؤنثة. وبهذه الطريقة ندخل إلى الطور المشيجي اللي هو أمشاج مذكر حبوب لقاح، أمشاج مؤنثة بويضات. فلازم نعرف أن في علاقة ما بين الاثنين، علاقة مستمرة. فأول شيء نبدأ بالطور البوقي، بعدها مباشرة نغير اللون. لازم نعرف أن خط البداية طور بوقي، من الطور البوقي ننتقل إلى الطور المشيجي. الطور المشيجي يكون أمشاج وتستمر العملية، لكن الطور البوقي هو السائد. كان نشوف هذه الصورة، احنا درسنا بعد من قبل وعارفين ان الزهرة فيها أعضاء المؤنثة وفي عندنا أعضاء مذكرة. النباتات البذرية اللي تمتلك بذور تعيش في بيئات مختلفة يندر فيها الماء. ليش هي تقدر تعيش في بيئة حتى لو كانت كمية الماء منخفضة؟ لأن عملية التلقية وعملية الأخصاب لا تتطلب وجود الماء. نشوف المخطط اللي مذكور عندنا في الكتاب. عندنا نباتات لوعائية، هذه طبعا غطيناها. عندنا نباتات الوعائية، قلنا البذرية، وعندنا نباتات الحين البذرية اللي تنتج بذور. عندنا مجموعة من الأقسام. القسم الأول اللي هو السيكادات، وهذه راح ناخذ عليها شوية تفاصيل. لما أقول سيكادة نشوف الصورة، الصورة هذه أول انطباع نشوفها نتوقع أن هي نخلة. بس قبل ما ندخل فيها التفاصيل لازم نعرف أن النباتات السيكادات هي من المخاريط أو المخروط. لما أقول كلمة مخروط يعني تركيب يحتوي على تراكيب تكاثرية. التراكيب أو المخروط ممكن يكون مخروط مذكر وممكن يكون مخروط مؤنث. المخروط المذكر له صفة مميزة أنه ينتج حبوب اللقاح، لكن حبوب اللقاح لما تطلع من المخروط المذكر تكون في صورة غيمة، تكون في صورة غيمة، وهذا الغيمة تطلع حبوب اللقاح اللي راح تخصب المخروط المؤنث، والمخروط المؤنث يحتوي على الأمشاج الأنثوية. السيكادة هذه وين نحصلها على سطح على الأرض؟ نحصلها في المناطق الاستوائية، مناطق الشبه الاستوائية، يعني المناطق فيها رطوبة عالية عندها أمطار. ساق هذه النباتات تتميز أنها هي طرية. طيب ليش طرية؟ لما نعرف شيء طري معناته عنده القدرة على تخزين وتخزين السوائل، فنقول ساق طرية تتكون من نسيج خازن ولها أوراق كبيرة مقسمة ويصل طولها إلى حوالي 18 متر. عشان كذي اللي تشوف السيكادات أول ما يشوفها يقول أكيد هذه نخلة، لكن لما يركز في تفاصيلها يستثني هذا القرار. بعدها خلصنا السيكادات، نشوف النباتة البذرية الثانية المخروطيات. هي المخروطيات، وهذه لازم ناخذ عليها شرح. نشوف
ان السيكادات يتراوح طولها من شجيرات قصيرة إلى أشجار كبيرة. مثال عليها الصنوبر والسرو. إذا الصنوبر هي من النباتات المخروطية وحجمها مثل ما قلنا متنوعة من القصير إلى الكبير. هي عندها مخاريط الذكرية، يعني تنتج حبوب اللقاح، وهذه حبوب اللقاح تخصى بالمخاريط الأنثوية لحد ما تنتج البذور. المخاريط هذه التكاثرية وين نحصلها؟ نحصلها على الأغصان المختلفة من الشجرة نفسها. المخروطيات هي مو بس ناخذها كبيولوجي، شافوا ان ايضا لها أهمية اقتصادية. طيب ليش أهمية اقتصادية؟ لان من هذه النباتات نقدر نحصل على الأخشاب، ونقدر نحصل على لب الورق. زين، هذه المخروطيات تقدر تتكيف مع البيئة اللي تعيش فيها. احنا دائما نعرف ان الصنوبر يعيش في مناطق باردة، مناطق ثلجية، فأكيد عندها تكيفات. أول تكيف لها عندها أغصانها متدلية. طيب ليش الغصن متدلي؟ علشان ما يتجمع عليها الثلج وتسقط هذه الثلوج من غير ما تخرب في التركيب البنائي للشجرة. وأيضا تعيش في مناطق ثلجية، وتوجد لها طبقة خارجية شمعية. الطبقة الخارجية الشمعية تمنع فقد الماء، حتى تركيب الورقة يكون أبرية الشكل أو حرشفية. هذه كلها لتقليل فاقد الماء. من ضمن المخروطيات في جزء بسيط مذكور ان هي عندها، ما بتكون عندنا نباتات دائمة الخضرة. يعني من لما اقول نبات دائم الخضرة معناته يكون لون النبات اخضر طوال السنة. هذه النباتات اللي على طول تكون خضراء وين ممكن نحصلها؟ في المناطق المعتدلة الشمالية، والمناطق الاستوائية، والمناطق الشبه الاستوائية، يعني مستحيل نحصلها في البحرين. نباتات المتساقطة الأوراق هي نباتات تفتقد أوراقها. متى تفقد هذه الورقة؟ مع نهاية فصل النمو أو الموسم، بحيث أن تكون درجة الرطوبة منخفضة. إذا عندنا نبات دائم الخضرة ونباتات متساقطة الأوراق. مثال على نباتات متساقطة الأوراق اللي هي اللاركس والسرو الأصلع. كذي خلصنا السيكادة، خلصنا المخروطيات، يبقى علينا من الصورة نستنتج إن عندنا نباتات زهرية، وكلنا نحب الأزهار، والأزهار نباتات الزهرية هي أكثر انتشارا على سطح الأرض. شفنا نباتات الزهرية مثل ما درسنا قبل، في نباتات ذات فلقة، نباتات ذات فلقتين. إيش كثر هي مدة حياتها؟ تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى عدة سنوات، ولكن دورة حياتها تتأثر بالظروف البيئية. يعني إذا اليوم جونا حار ورطب وما تكون أزهار، أو أن فترة نموها تكون محدودة لأنها تتأثر بالظروف البيئية. نباتات زهرية في منها ثلاثة أنواع ممكن تعيش في مدار سنة واحدة، فنسميها النبات الحولي أو السنوي. هذا النبات يكمل دورة حياته في فصل نمو واحد، مهم نعرف أنه هو في فصل نمو واحد أو ممكن يكون عندنا أقل. في نباتات زهرية ممكن أنها تعيش على مدار سنتين، نسميها نباتات الثنائية الحولة، بحيث أنها تعيش على مدى عامين. في السنة الأولى تكون نظام جذري قوي كما في نبات الجزر، وفي السنة الثانية راح تطلع منها سيقان والأوراق. نبات معمر، من اسمه معمر يعني يعيش سنوات عديدة، ومثل عليها الأعشاب اللي تعيش في الحديقة. أتمنى أن بسطت لكم المادة العلمية، نراكم إن شاء الله في الدرس القادم من مقرر حياة 217.